بدك تقترح نحط 4 ساعات يعني الله. هل كنت راح نسوي ساعة يعني باتجاه احنا كلنا يعني حتى كان في هدف بدنا اتجاه لبنان بدنا نجيب رئيس الاتحاد بتوقع انه يوم الزين السنة في الشرق الاوسط لانه ممكن يمكن في الكويت باتجاه انه نستفيد اخرى من هذا الجانب كونه هو له علاقة في اللجنة الوطنية لأمراض السرطان انه نستفيد منها برضه باتجاه موضوع تعشيب الملاعب يوم الجمعة مثلا ليش يوم سوي مثلا يوم الجمعة الناس بتبقى معظمها اجازات مش حابة تطلع بدها تطلع الصلاة ويوم السبت هو يوم اشطر حرية برغم انه ثلاث ارباع الناس في ناس اكثر قاعدين بكونوا عشان انت بدك يجي ناس كثير يعني ولا كثير فكرنا في موضوع الجمعة والسبت الجمعة بدنا ناس تروح الصلاة فانتهى النهار مش رح يكون الساعة 10 انت بدك يرجع يسوي بده يروح يتغدى وبعد الغدا بدك تكمل يعتبر الجمعة هو الاجازة السبت يعني الناس بتوفر حرية اشطر من موضوع السبت المطلوب يعني المطلوب من المؤسسات إذا بس تشكيل فريق ولا شراكة؟ شكل فريق وخلص يعني محمد الله يخليك يعني خليني يعني أنا سأل السؤال و هلا يعني عادة بعرف النظام لهذا الموضوع احنا راح نشكل من المؤسسات هي لجنة الإشراف هلا ليش كل لجنة الإشراف؟ لجنة الإشراف عم بتقول مش عيب يعني بتوجه الشيء يعني أشطر ما هي لجنة الإشراف بهذا الجانب كانت اللجنة الفنية راح ناخذ أستاذ غيبة لأن معارض في الرياضة إذا بطلع من أستاذ رياضة في المركز من كلية عالي اشتغل معنا في لجنة الإشراف لأن هاي الشغلة بدها قرعة وبدها تحكيم بطولة وبدها السلام فاللجنة الفنية راح تحكي ناس مختصين يعني من الناس الموجودين الرياضيين في البلد هذا لجنة الإشراف هي لجنة يعني راح تسمى لجنة الإشراف على هذه البطولة من كل مؤسسات اللي يعني من النادي والمجلس والمركز وال يعني كل المؤسسات راح تبقى ضمن هاي اللجنة طبعا هاي لجنة تسمية يعني راح تبقى فخرية مش على هم يطالب ولا شو حد يهتم بمؤسسة تكون كان ضمن يعني أنا بقصد مثلا شيء أنت قاعد تحكي مثلا أو قاعدين نحكيت يعني أنا جزء من النادي بس نحكي حكيت أنا مثلا باسم مجلس أولياء الأمور تيجي تحكي مثلا أنه مطلوب خلينا نقول في ناس لا توقف عن الشارع في ناس بدها تشتغل في جوا الملعب هل هذا الحكي مترتب على النادي ولا على جميع المؤسسات؟ العمل الخير بده يشتغل شغله يعني بده يشتغل وانت يعني وظف التنسيق موضوع التنسيق هلا يا جماعه احنا ما هو حكينا في الموضوع احنا كنادي راح ننظم البطوله بس لا انا محمد يعني راح يبقى جهدنا استنى شوي راح يبقى جهدنا انا هذا الحكي خلينا نكون متفقين عليه داخل الاداره داخل الاجتماع جهدنا راح يبقى جهدنا باتجاه البطولة أكيد ما يتعلق في التمرات راح يبقى حدا من اللجنة الوطنية كل شيء سواء من جانب من المدارس ولا من الناس ولا مش اسمه بده يتوجه ممكن تتوجه للزلمة هو بقطع على وصل في المبلغ اللي ممكن يتبرعه ونقطة وسط اللي يعني احنا كنادي مش أشطر من تنظيم وفعالية من المنظمة ما تبقى هو عند الجانب الآخر أكيد طلاب المدارس ممكن نجندهم بهذا الجانب يعني ممكن يعني نجند كل المؤسسات انها تشتغل هذا الموضوع مش يعني بس يعني هي تكون عمليه شامله يعني هي الفكره فكره النادي والتنظيم تنظيم النادي وبالاخر هي يعني مشروع من المؤسسات طيب السؤال بس يعني كيف بدنا نستغل مثلا مصابين عندنا في مرض السرطان لهذه الفعاليه يعني مثلا ممكن تكون على دماغ هذه الفعاليه ولا ما بعرفش هذا برجع له بالاخر يكون لجنه الاشراف يعني كان في اقتراح على المؤسسه باتجاه يعني بعد النشاط يجي نكون مثلا سوينا نشاط الجمعه لو قدرنا في نفس اليوم نشكل مثلا من كل المؤسسات واحد من كل المؤسسات الموجوده في البلد زائد اللجنه الوطنيه ونتوجه بزيارات يعني احنا وياها اكيد احنا مش راح نكلهم بدنا نجمع شو تبرعات واعطوهم لاهل البيت هلا هلا اما بدها نتعامل في حصر لعدد مرضى السرطان مثلا في البيت يعني حسب من قبل اللجنه يعني حسب ما عرفت انه في 6 حالات هل مثلا الزيارات المفيد مش راح تبقى محرجه مثلا ل هذول الناس المرضى يعني انا او معنويا بعرفش يعني حسب الشخص يعني في شخص جزئي يعني ممكن يعني الناس خاصه يعني المرض هذا بيحاولوا يخفوا قدر الامكان او بيكتموا عليه ما بحبوش يعني يعلنوا حتى وكم عندهم المرض بس خلص بقول لك احنا حتى لو كان موجود بقول لك انا المرض اللي عندي هذا يعني من الحميد وبتعالج
واموره كويسه يعني هو بيحاول يخفف على حاله بعرف شغله هو كان عامل بالحكي هذا ولا هو تبكنا حاله بس هي راح تبقى محرجه يعني احنا ان شاء الله هيكمل محرجة كذا يعني كملوا البطوله اليوم وما عند لجنه بطوله راح انا استدعيهم في كذا لو جم مؤسسه ودت واحد يعني يكفي انه مثلا المؤسسات كانت من جسمه اذا الموضوع ممكن يشكل احراج انا يعني احنا بدنا نسوي شيء خيري مش بدنا نجي لهم دعوات بتصور اللي عندنا رغبه بيجي اللي رغبه بيجي بالتاكيد راح يجاوب يعني راح يجاوب هذا الموضوع راح يجيبوا يافطات تتعلق في مرض السرطان راح يجيبوا يعني شغلات تتعلق فيهم صور وكل هاي المسائل احنا قلنا لهم شو عندكم يعني حتى تعلق الدير في العاب يعني انت يعني تشتغل وكانك بتشتغل الموضوع انت بدك تبرز يعني بهذا التوجه واللي يجي للوهله الاولى يدرك تماما ان الشيء بيتعلق في في في, في هذا المجال. احنا بنخبر تعيب مرضى هذا بنقدر نزورهم ما بنزورهمش يعني هو رايع رايع النشاط هذا راح يروح لمرضى السرطان للجمعيه احنا مش رايحين نتدخل كل مصرفون على حكايه اعداد هذا بصير عيب صح احنا علينا نسوي اللي بنقدر عليه هلا هم بنعمل شيء بدهم يتعاملوا فيه مش رايحين نسالهم يعني زي ما انت بتطلع على واحد وبتقول له خذ شو بدك تقول له بدك هسه في في رؤيه وسقف زمني يعني وقتش راح تكون الفعاليات هذه؟ احنا تصورنا السبت يعني يوم السبت ليوم واحد اكيد بعديتها اذا بتمخض عنها مثلا ترتيب الزيارات ووقت الشغله ممكن تزبط يعني اساس يكون في وقت يعني السبت شو اليوم؟ اليوم الاثنين؟ يوم الاثنين السبت هذا يعني ما شايف وقت في في خمس ست ايام يعني الفكره عندنا موجوده باسبوعين ما هو اساس نعرف يعني كل مؤسسه عفوا بس كل مؤسسه عشان تعرف يعني شو بالضبط مطلوب منها يعني مثلا هاي المركز الصحي مثلا كو احنا بنشغل شو مطلوب مننا بس تشكيل فريق والمشاركه مثلا وانا حنكون مغطيين اليوم هذا مثلا طبي لا سمح الله لا حدا وقيع صار شيء يعني احنا بنجيب امبلانسنا وشغلات زي هيك مثلا هلا ممكن حتى نرتب شيء اذا يعني ممكن احنا من المركز نرتب في الاخر ندوه في البلد على اساس السرطان يعني نسويها في المشي يعني يتمخض على هذا الجسم يعني نتعاون معهم هم برضه صور في عندنا مثلا حتى توعيه الناس انه يعني هذا مش مرض المفروض الناس تخفيه وتخبيه يعني مش شغله يعني بتعيب ما شغله بتعيب المفروض توصل الناس هذه الفكره فاذا بدي اقول لك مثلا ممكن على هذا النشاط يتمخض في نشاط ثاني يعني بالشكل الثقافي يعني انك تجيب الناس توعي يعني انا مريض مش شغله يعني شغله مش معيبه انا مش معي ايدز يعني بدي اخبيه انا مرض يعني ممكن يصاب فيه اي واحد فرجيت ليش الناس تتعامل بسريه فيه يعني شغله طبيعيه ان حدا يمرض سكري وحدا يمرض كذا انا قديش تقدر توعي الناس هو المشكله ان يعني طبيعه المرض هذا يعني حتى المصاب بالمرض يعني اهله وكلك يعني المرض هذاك يعني حتى اسمه يعني حتى اسمه بنطكش وإذا بدك الصراحة هلا هاي بدها توعية يعني بدها توعية بشكل يعني مستمر يعني مع صيغة زي مثلا نتيجة النشاط ممكن يتمخض عندك أكيد بس معين الحالات مختلفة يعني احنا بنحكي عن مرض بس حالات مختلفة يعني بنحكي عن سرطان هذا مسمى عام يعني زي ما حكينا احنا يوم مثلا واحد يكون عنده سرطان بالحنجرة غير عن مثلا واحد يكون عندها سرطان بالثدي يعني مش لازم كل بيت عندنا تعرف ان فلان عندها سرطان بالثدي هاي الحالات المحرجة مثلا بتكون او واحد مثلا عنده سرطان مثلا سمح الله بالشرج او عنده سرطان بالبروستاتا فبحبش كل الناس تعرف ان عندها مشكلة معينة مثلا سرطان الرئة مثلا هم مش مرض محرج يعني او قلنا انها مرض عادي او سرطان الكولون خلنا نقول او سرطان الجهاز العصبي المركزي او سرطان المخ غير عن جسمه فحسب الحالات يعني تتطرق يعني هو اللي بيقدر يشارك وهو اللي بيقدر يشارك من هذا الباب تقدر تحكي مع الناس يعني خلينا نوكل هالموضوع للجماعة اللي بتعاملوا معنا هم أشطر قربا مني وجزء من الفتحين معهم أشطر منا فهلكيت بناء على هذا الحديث يعني احنا راح نقدر حديث باتجاه ندعيهم للفعالية المهم وراح نراعي الظرف هذا راح نقول لهم باتجاه ان انتم تتعاملوا معهم أشطر منا بجوز معنا ما يستوعبوش بجوز من شو يستوعب هذا اللي بيقدر يجب يجي بدش تحفظ عليه مش رايحين احنا يعني النادي مشارك في هذا الموضوع بس الراعي هم المؤسسة نفسها يعني القائمة الفعالية بالأساس هي طلب من المؤسسة نفسها هي النشاط هو نشاط خيري لمصلحة اللجنة الوطنية لمرضى السرطان ونادي جنون المرض بالتعاون مع المؤسسة المرضى بس في شغلة مثلا أنا بقترح أقول حتى للمعنويات المصابين بهذا السرطان أنهم كلهم دور في هذه الفعالية مثلا في خلال لجنة التكليف بالتكليفيات إذا في حدا بيقدر يجي مثلا على الملعب يشارك أنه يكون كمان يعني عضو لجنة التكليف في هذه الفعالية كثير منيح لأن معنوياً يعني وبعد استشارته لا طبعاً بعد استشارته هو في من التوجهات بس أكيد الموضوع إنه يعني الموضوع مربوط إنه
الناس هذول انا ما بعرفش انا انا كلك حقيقه ما بعرفش اي حاجه في حاله زي ما قال لك تتفاوض انا ما بعرفش يعني على اساس مثلا يعني بزبط انه يجي بيقدر يجي بيستوعب انه يجي ولا ما بيستوعبش فاهم كيف بناء على الحالات الموجوده عندنا يعني اذا في حاله مثلا حتى لو طفل مثلا ممكن انا بتوقع انه ممكن ابو زياد له علاقه في الموضوع بتوقع زي واحد زي ابو زياد مثلا ما بتفرقش معه ما بتفرقش بيجي يعني فحسب الحاله الموجوده بجوز مثلا بنت في البلد مش يعني حتى بجوز ما تحكي في الحاله الثانيه ابو زهاد يعني في ما عنده مشكله انه احنا بس بقول لك انا ما بعرفش حدا عشان اذا كل مثلا ما عندي معلومات كثير عن الموضوع يعني حتى ما حاولتش اسال عن السطح هذا كان يا اخي بتعرف مثلا السطح هذا في البيت انا فخضنا فيه حالات كثيره يعني هو النشاط مش مقترن على بيت عنان مقتصر على بيت عنان لحالها مو مقتصر على الجمعيه بشكل عام احنا يعني احنا راح نتعاون معهم في بيت عنان انا هم مثلا انبسطوا بجوز عمهم الفكره في جنين في نابلس فيها بس احنا يعني هم اجوا طرحوا بدنا نحط سجاده ولا فقلت لهم انا يعني حقيقه ما بحبش اشتغل شغل ذا قلت لهم احنا بنسوي شيء بنسوي له ضجه وممكن يمكن مردوده افضل من هلا انتم بتشوفوا تبادروا بعدها فيش مشكله انش تبادروا بس احنا مثلا شخصيا من بروح شغل يعني بعرفش يعني مش كثير شايفها يعني حضاريه انه اروح احط سجاده في المسجد كل شغله بدك تحط سجاده بصير تعيان يعني مش شايفه حد يعني شغله يعني كثير منيحه انا اشتغلت مع كمتطوع مع هاي المؤسسه بكينا نروح على البلاد طبعا نصين الاداريين تاع المؤسسه مع المجلس ومع الجامعه ويطرحوا الفكره زي ما قلت بس الشيء اللي يعني شو بكينا نروح بكينا نروح متطوعين ثلاث او اربعه ونصير نتفرق مجموعتين ونفر على الدور ونقول لهم المؤسسة ونشرح لهم عنها وقد ما يطلع من السجو هل كان لهم 3000 4000 شيكل يعني انا رحت ثلاث مرات اكل مرة 3000 شيكل بالمئة المهم هل كان ايام اجوا على بلدنا الفكرة هاي ما عجبتش المجلس والنادي فطرحوا موضوع ان يقيموا هذا الفعالية كرة القدم والبطولة عشان مردودها افضل وك يعني منطقيا احسن ما انك تروح على الدور وتكلهم بدنا المباريات او تروح تحط السجاده في الجامع هذا يعني فكره يعني قبل 10 دقائق بجوز ما اجيتوا اجى شاب مدسري بعرفه حامل ورقه يعني قال لك انت صرت تنكز كل ما بشوف واحد جاي حامل وبحكي لك على شيء تفكر ثلاث مرات اذا بتعرف ايش بالصف المشكله أكيد موضوع لما أنا بشوفش إنه يعني بجوز لو واحد بيجي من بلد على الأقل بيعرف حاله فيها بس إنه بدك تروح على بلد ثاني تشوف واحد بيجي بقول لك كتاب هذا تقول بتفكر 10 مرات بدك تعمل معه ولا ما تعمل لأنه صارت وسيلة هلا نشاط زي هذا نشاط مالنا المؤسسة موجودة في الموضوع والبلد وشوف المؤسسات الموجودة بتنظر يعني الوضع رح يبدل صحيح هو يعني بصفي إن أنت بتشتغل علنا أمام الجميع والدعم بك والفعالية تبكى ظاهرة تغطى بشكل من جميع الناس يعني مش بسرية ولا بطريقة الشحبة اللي هي السجادة مش مقبولة أبدا والله اذا سبب بلا فرق راح يكون لباس يعني على حساب الجمعيه راح يجيبوك الاراضي احنا جايبين 150 جوزه مش راح يبكي على شو اسمه يعني كل حدا احنا ممكن نستخدم اواعي النادي يعني بين فريقين ولا بدنا كل عنده فرق بس ممكن مثلا نحط كل فريق بده يلعب نعطيه مثلا بلاش او مثلا بنصبوا الفرق مع بعض شايف الفرق بنصبوا مع بعض مثلا حد يجي كل مره هلا احنا في عندنا شباحات لو نخبر ولو نحمر بنوزع يعني بنحط الواحد من الشباح فوق بجوز المخوض هذا كله مرض ولا مش مرض ولا الى اخره واللي من الفريق اللي بحب يجي مثلا لابس بجوز ابيض وهي ممكن ترشد معه ولا لا يعني مش راح نسوي زي كذا الفرق في الاخر والاخر قصة عن البلايز اللي بدها تيجي منها مش انت كنت يعني هاي راح تتوزع على هذا راح تتوزع على الموجودين يعني على الناس المشاركين وعلى شو اسمه يعني ممكن يوزع العدد ممكن كل اللي يجيبوا شو خربتين فوق لازم نجيبه أنا لو بجيبه معهم كداش احنا مثلا ممكن توزع على شكل مشارك تعطيه بلوزه وتعطيه من اللي يشاركوا في النشاط وممكن برضه تستعملوه زي ما حكوا الشباب انه مثلا نصير نشوف سياره نشوف الباص بيجي حدا مالك فريق نشرح له الفكره وممكن حتى يتسوى كرت يعني في هالحكي هذا والله لو تستعمل الناس اللي من برا احسن من المشاركين هم المشاركين هذول هي عارفين شو اللي بده يعني شو الهدف من
اللقاء والفعالية، وأما الناس اللي برا لما تعطيه بلوزة أنت تجبره يعني. أنا رأيي كل تعطيه ذكية يعني. عشرة شكل يعني. هي البشرة تتسبب في البلد، بس بجوز تسبب بطريقة تانية، تسبب بطريقة انفراد النظام. يعني لو تيجي لألف واحد عندنا، أقول لك يتردد عندنا على فوق الألف واحد. يعني ما بين رايح وجاي، يعني راح يبقى في ناس موجودة. أن الناس موجودين يعني يقول لك لو طلعت واحد 10 شكلات طلع 10 شكلات، وممكن يجيك واحد يقول لك 1000 شكل. يعني في الآخر يا نحن لا فرضنا حدا بشكل رسمي وراح يوقف على الباب يقول لك بدك تدفع الكلية، ولا المؤسسات ممكن تلزمها. يعني مثلا أقول لك فريق الصغار، أنا شخصيا راح أتبنى راح أقول لهم شاركوا، إذا مثلا المؤسسة ما قدرتش باسم المؤسسة وأنا عندي استعداد أدفع، أو شاركوا باسم المدرسة وأنا بدي أدفع. أنا ممكن تلك ناس تشتري اللي هي مثلا عندها استعداد تدفع لي تشيك على اساس شارك مثلا فوق. هذا الهدف منها يعني توسيع الدائره بهذا التوجه. وبدناش في الاخر الكاس نعطيه للبطل، ممكن نتفق انه نعطيه لافضل فريق بتعامل، ممكن نعطيه للاولاد الصغار يعني. لكن بدناش نعطيها طابع التنافسي. في هدف انساني اكثر. ما بدنا طابع التنافسي، بس هي راح تاخذ طابع مراح اشطر من طابع التنافسي. وبعدين انت شو بدك تلعب؟ وين بقول هذا اللي ظل يعني جلي جلي اسمع هذا توزيع هذا سر يا مشان احنا يعني يفاجئوا الفرق الاخرى هركتها كل حدا بده يشكل فريق، بس انا بشوف الزامي مثلا عشان يكون المجلس فوق شايف اساس يكون المجلس لازم يمكن يلا يعطيهم العافيه تفضل. شايف يكون المجلس بس منيح انه هيك 3-4 من اعضاء المجلس موجودين بالفريق واداره النادي مشاركه رح تكون رمزيه للمؤسسات يعني بس باسم المؤسسه احنا جاهزين نكمل. مثلا لما بيجي المركز يقول والله ما في عندنا غير 5 بدنا اخر 5 بدنا ندبر تعيين النادي العام باسم المركز بهذا التوجه، بس منيح انها تاخذ طابع ان المؤسسه يعني يشارك 3-4 مطلوب من هالشيء يعني ان شاء الله بس الاشتراك من شكل بس هذا اللي بده يتبرع من حاله هو طبعا اذا مش تدفع 1000 ادفع اذا كنت رحت ب 1000 ادفع احنا هذا كاتبين في الفريق وقتها الاجنه هو 100 شيء اللي بده يتبرع اكثر من قديش انا اوعر فريق احنا قديش انا وبدر وسيرجيو سمع الجول طيب خلص بدك تمشي اخرى احسن 5 من النادي لا مسجل مشجع بدك تحط انا مشجع وجوز يخرج هو مشجع مثلا وانا مشجع انا المدرب زي ما كان والله كل واحد بعد ما اخذت فكرتهم تقنعني يا زيد بعد شو بدك تروح على الثانيه برضه لا تدري شهادة الشكر هكي؟ آه خلص راح نسمي المؤسسة كم مؤسسة يعني بدها تسمي حالها طبعا ونحط لجنة إشراف من خلال المؤسسات الموجودة بنشوف المجلس ونشوف الجمعية المؤسسات المجوج باتجاه يعني نثبت حدا منهم يعني من كل مؤسسة راح يبقى واحد ويعني بإمكان مثلا يبلغونا بكرة يعني على أساس إن الدعوات يعني اللي توزعها من ضمن لجنة إشراف المؤسسات اللي حتى انا مش مع الاسماء انا مع ان نقول النادي والمجلس وكذا بس احنا نبقى عارفين ان اللجنه 1-2-3-4-5 يكون شكل يعني السبت هذا يعني مش على الاكيد بس احتمال كبير انه يكون هو السبت هذا لا السبت هذا السبت هذا يكون على اساس النص اكيد يعني بدنا نسوي سبت اساس مثلا نطلب من دكاتره يلعبوا او شيء نجيب مثلا من المركز بتعرف فكرة بتقدر تجيبوا محترفين مستر ميسي لا دكاترة مش هم محترفين تقدر تجيبوا موردين وتقولوا لنا دكاترة السلام عليكم هلا حبيبي هلا سلام يا هو نجيب فريق المستشفى ضل حدا بده يضيف شيء على اساس بدناش ناخذ من وقت حدا خلص بعد وديتها النقاط وتخرج زي ما بدك خلص كبر اليوم خلص جاهزين احنا جاهزين احنا جاهزين ان شاء الله ومشاركين خلص مؤسسات موجوده راح نسوي خلص بعد الاشراف كان احنا مشاركين ومشاركين
بتشرب من جبل تشتراك. لا ربع ان شاء الله. يعني بس المؤسسة مش بس شخص. بس بيجيبوا الاشتراك ماتش يوم الجمعة تتفوه هناك على هذا الجماعة. برضه بس برضه بس. السلام بكون يوم السبت. بنجيب أمان. الله يوسف. احنا يعني درسنا موضوع الجمعة والسبت. جد علي ايش والسبت ليش؟ بجوز نحرم الطلاب شو نسوي هنا؟ طيب ما شاء الله. بعد الظهر يعني. بنلعب ناس الصبح بعد الظهر. ولا